حاليدها علامتها نمك خوارجته علامات كي معروف كوه يوم حكمده وتشجع وده مدوبة سوى عبادة سنة يعني هلكني ويتشر في سنشر تالي عبادة درادي وأنا نمك سحابة اللي يني سحابة النبي محمد بن اللي يني وتشجع نروك كوه هي ما هي كوه استان وحي رميسين يعني صحابة الدين تسفي عنه فهمين وسفي عن أنا يوضد ومسألة الحاكمية يني وحقلضة أي كفهمين ويدو لو حد قدبو دينك اما الشيء لو حد قدبو اما امانتيسا اما عيديسا او وحي حق متي لا دافيو marka la waxay ku tilmaamaan inuu yahay in xuduudii sharciigu shayga u dhigay oo laga talaabiyo iyaga ku fasiraya aayada quraana ilaahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi ama fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak ولا تطغوا حدود دي شريعه اي شيء كاستو دختي والله دافو سيبا لو دافو دن ليسليه ولي با واد وناجينيسا قف اسغو اسله وح واد وناجينيسا او انت بدن غلوغا مركي كا ورميان وحي دهدان من باب الاخلاص ككوما جيرو لكن وباب المطابعه عمل قدنكو كحمانيا وحا ويان حقا راعدين تلا الراعي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يشيغا سيسدو وقبطي سيارة هين بالله قبانيا مرر بدنا وحيدا هذا سببها كيني وقوة وين وحاكم دا حماس كزائد كايا أنا قونتو كسالي سنين قفكو أوحو حماس صدودا أمر ربا وحينو سفي عنو قبطو أقون در سعي شرتو وحانا علمدو شيغان انتا بدنا وحيدا هذا سلام نمدو سيدي دبوا وسط وميل دحي دتكون الله برد نعمدهم بين تبادن وكعاء أما من باب التقصير والتساهل والتسامح لين عقابسك يا عماش عن الله صمين أي الله كعاء أما س وحنا أكسن قبل الله سيدا حاجة كلا لوجا مركده أما س لوجا بحه ودين عوح وحنا أكسن قبل سيدا لولي هي أي حدود دي سلا دافيا أرى إذا مر كائن تلمام إنه غلو جا قال دي ترجمة سيحد جدبك كتلمام أما حق شرني ماذا؟ حق شرني ماذا؟ ما لو تطرف أي نغو كرتها في اللغة العربية لكن هو قفك سهدين تدافة سهدين من شرعه جديه أولا دافة وحكم إذا مثلا خوارج تغلوه يكون عضي أما شيعه وحده موحد قدب مسائل كم إذا شرعه اللي وحد قدبي أو باس كيلا هاين باس أنا هاين لسيي من نوا غلو عمل كقرعه وقت كان إنه هذا الشغل نضط كوين بضم بيك هذا لأن مسألة داس يقولون قال لي هذا ما حد جدوب كا ما حد كيرني ماذا يضع أنا رانكرنا سياسات كدول جيم ما أنت كيرا بس هرد ويجي إن لقى هذا له ده بتنا ضط وعن تما يعيد أنا عن تما بقاعد بيوقع هذا له يضع مرة كقار كود مرة كإكستريميس كا ما إرهابي كا ما غف كا غال كا الله فصيري ويهاي كشان تسأل دوت بتوك هذا أما أستعمها قفك مسلم كان لغو أركو لا كم موغضة لغو تلمامين يأيكي حد قدبي أصليا وحين الربيسان إن إلهي قرآن كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سلام نمادو لبيبكم أجرتو حد قدبك سلام نمادو أصليا كمان مدها لكن إن بداني وحي ما أنت ودع يساوركو مهما دي سوماليا دا هيد غير اندون ايي روب ميغويري يكي جيل شريه ليدي غوري هبلا كو شريه بكو اق وروريك عيب سا وحا هيد ان غوريه دادك لقالو دابتان اي سوغا اق مرمرا يا روب هلا حقا بميقين حقا غوري هو عرار اي مركا اساقا لا غير اندون ايي روب ميغويري قضية دو مركا ما انت مركا حق شرنما دا لقا ورم ايو iyo media dunida yaala iyo dadka reer galbeedka ama dad badan oo muslimiinta ka midi qaabka u dhigayaan wuxuu yaala qaab ah waxa laaliya wixii islaam ku sifoobo dhami inuu yahay radical ama cid had gudbaysa oo aan islaamkii mu'tadilka ah islaam mu'tadili ma jiray islaam ko dhanba i'tidaalka islaam oo dhanba ayaa tawasuka umma wasat bu ilaahi subhanahu wa ta'ala ku tilmaamayna dadka muslimiinta yihiin إلهي سبحانه وتعالى سيد الإمام ابن القيم وليه نبي عليه الصلاة والسلام وحين قرر بي الدين تيني نكت شدنه ووحي لين فري أين ضافنه ها
هدينو التشدد كا اما اسكو اتكين تاسي لان مادنو الهينا سبحانه وتعالى وينو اتكين يا قدرا وشرعا بولي حق قدر كا والله ينو اتكين يا امك دكا وسواس كا قف با ويسي سنية دبا تنوح سرانية ويسي دي ماد هقاتشن وكو علينية ماد هقاتشن الى ايو وسوسدي ساسي نغطو غلو قدرا باك اللوغو اتكي يبولي واكي ابن عقيل يموكلة الامام ابن العقيل حنبلي يا واحد لدي نمبا ويموحو دنيو بيها نقوسة بيها نقلابو يدي دور غور دابا تنوح ما كصوب حانقو يسلي ولي غسل لكي ما يرشدي كو ما يحصلين بيو قلينا شكي يوحو جي يمر كاينو يسلي هذا ملاقا ما يرشدها دي ما يحصلين ابن عقيل سيدو ورك لو قسو جي يبو حكويري سقطت عنك الصلاة صلاة هذه قالوا قوما لا بكوير صلاة دي وكار دعوة مركا وحده صلاة دي سي وكار دعوة نبي قو حيرو يري إن وحى قال إنك الله قد دولي على صدح هو صدح ده وحى كم ده المجنون حتى يفيق برد ده تبي يقشع قرن هذا يرد بيرد تيار هذا ما يردين هذا كصلاة لو قوما لا بكوير يعني قف يوحد قد بي إلا حد وقارسيه إنه فهم كرواية سقام ما يدعي إنه هذا نيس ويديه waswasada la mid ah waswasadu waa qadaran bay kuugu adkaareysa inaad aragto qof salaad xidhanaya oo allahu akbar yiraahdo oo in yar markuu joogo hadana allahu akbar ku celiya oo waxa arkay ninka soomaaliyeed ee wiil isaan allahu akbar u lahaa salaadii laga baxay wa salaad uu xidhanayay sidoo xidhanayna salaadii waa laga baxay idan wuxuu ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wuxuu leeyahay qadaran bay ugu adkaataa buu leeyahay qofka qaalka ee diinta ku xad gudba ان شرعيه نوا لوو ادكيه او واحد غران كارتا قصدي رير بر اسرائيل قراكه كسار ورت ورسع قلبا ليلو دبتن كل بو كو يسو نقدي سمعين كو ايغي ميدب كو لي عين كو وا لوو سي ادكيه اون مركا ايغو سي بارست كو سي تر بديا ما غلوو غو مركا اما حد غدب كو اما سهدين تا شرع غو دغاي او لا دافو وا فقديمه بين هذا وحنون سو جيرينا وبشريه ده هره وهين جيري وحنون قارسية دتك هلاك وحنون إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وقتل ماما يو أمد مسلم كان وحلق السفيين يتهي أمد لحبحادة وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قرآنك إلهي سبحانه وتعالى لبا آيادود بوك غور رميا مسألة دتن لبا آيادود بأهل كتابة لغور رميا لكن أمضى تانا وحيوتي ديقنين لوت الماما يو طريقي كوي هورا كل مين إن أنا إيانا الراعين سايو اللبان سايو قيد با إلهي قرآن كوحو كلي يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم آية دكالة إلهي وحلي قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لبدنا آية دود بي إلهي سبحانه وتعالى وحكا قوى الرمية أهل كتاب كو دينتينها كحد قدبنا بي إلهي سبحانه وتعالى وأهل كتابك الدين تسوي واحد قدبي قال واحد قدبتي نبي عيسى وحيد هدين ويل حلال لغض علي ماها اليهود قال أنا واحد إذن حد قدبك وحوية لأني نبي قد عفيين منزلة نبي نودة نبي نمدة إيا وناك إيا الرشد قوي كردقان قف باضية قال أنا كلا واحد قدبتي منزلة دي النبي نمدا انت دافية بي وحي قارسيا محي بوسكي إله نمدا ووحي دهدين وابن الله أما هو الله أما الثالث الثلاثة أقواش بدنا إليه قار ليس قابين إلها قار ليس قاب إلها قار لو سدح دا أغنوما وسدح دا إله إسكو إلها وحك استبها الشيغاني وركو دردن مرك الله إسكو درو وحو شيغي غلوي أما حد قدب غلوي قاس إلهي سبحانه وتعالى ولا بدأ يدود بكت المامة وحال الربين إن قال لينو بديجو وايو والسبب كم ده سببه لجوه هلاك سبه
آية قالوا قرآن أنا إلهي أقواش وذا مركا وقت المام غلو وشيغش. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. أما وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. مركا إنه حق أحاديث النبي وقعنا عليه الصلاة والسلام أحاديث آدو تربى ذنبه قصة أرورتي وحد قدبك لين غير ريبي حديثنا سوى حكم ده كوى عامة وحكم ده كوى صلاة كصابسة وحكم ده كوى صوم كصابسة وحكم ده كوى حجك كصابسة وحكم ده كوى نذر كصابسة وحكم ده كوى عبادات كقودة هام كصابسة لما انتو دوا حديث اللي نقر ريب ايو اني نحد قدبنو او كقدبنو سوهدين تي شرعي غو يرود غي انو اسلي وحواناتشيه أن دور تصالة قادرنا حديث كإمام النسائي يا غير كيبا ابن ماجه نسائي ابن ماجه أحمد سو ساريان شيخ الألباني رحمة الله عليه الصحيح كنت الماما يو نبغو عليه الصلاة والسلام حج كي يدو اللي تشوغو ودك حطورة كي للربين لدك حطورته مزدلفة اللي تشوغو أيوح نبغو كويد عليه الصلاة والسلام ابن عباس أرضو حديث وقادة قرور حيلة توريي قرور حين لا توره أيو نبي قولي سوقات وحودي دك حين ير يربا سوقات أي مركز أو كوان وحلو تور توره ير يرى يعني دك حين يروح بدا فولا لك بيدا علماء أيان سوقات أي قولي مركا النبي قوكاني عليه الصلاة والسلام بكرو تاغي دبا تنوحودي بأمثال هؤلاء واركوا سوقال توره وإياكم والغلو نبي عليه الصلاة والسلام وإياكم والغلو وحاوت الماما يا دقيس عامة وحان دين كدق يا ابو نبوي عليه الصلاة والسلام حد قدك الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين واريدين ككويدين كهر يا ابو نبوي عليه الصلاة والسلام وحا هلاقي دين تأيكو حد قدبين نبقو سع عام ابو يري وإياكم والغلو في الدين وأري عامة سببتك أنت وحوي أن قرور حلو تورة ماشة داد حجك تكتين وأركتين داد كبرد بك به هذا كتورة هل كنا بقول قرور حكو تورة وهذا يابا يساكب تطالع لقى حوين إياه لو حيال وغلو قرب يسأل الشيطان وآد هول انت وحوى وين كو قراع الشيطان كنا عسما هذا لقى حيسول لقى سيدي دابا شرعك وحي وجديه أي هبون إن قفك مسلم كي يكون نقمة أديك إسلام وناج أديك قرور كتور بالغيدة هاي سوران نواد وناجين إسا هداد رجح واوين تورته نبي قلنا عليه الصلاة والسلام دين تينا الوحد قد بين وحوك قد دقية حتى قرور لا تورا ينها النقطة إن دين تحدود بيلادي سهدمو أي إلادي سهدين تيدينا دي لالسو سيدا وقيد بو نبغو عليه الصلاة والسلام عليه واردين كوي دين كهر ريبا وحا هلاقي كو حد قدب كاي دين تكو حد قدب ايه حديث كإمام البزار وصوصاري حاكم نو صحيح يلا يا إمام الذهب نو كوا فقيو ايه شيخ الألباني نو كو راعيو وايو كا مصينتو سيدا ودوغرو ايا نبغو عليه الصلاة والسلام حت المام يا يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين نبو عليه الصلاة والسلام حوينات المامة يا علمه يغلو النمدو إني منافسيين إن أنا اسكو ميلقلين وحا كان حد قدوك وآقون ضره يا جهل ذاتك أهل علمه غلوه كما سمايا ولذلك من نبو عليه الصلاة والسلام حوليه الدين تتن علمه هذا وحا حمباري دونه كواح والبكوة دا عدالة دا كسي فوبة كواسو كر ريبي دونة بو نبقو ليه دين تكر ريبي دونة تحريفك اما ويعين تاي سمينيان كوا حد قدبة يا مغالين تا نبقو عليه الصلاة والسلام حديثك لو حكوت الماما يا لبكو حوت السنة اللي ابن ابي عاصم وصوصة ري الباني نصحيح كوت الماما يو لبكو حوت امد كم دي شفاعة دا محل الان سلطان ظلوم غشوم نين مدحة وظلم بدن وخيامة بدن وددك غشق السمية
شفاعة النبي كما غيب قليه يا وغالم في الدين بالنبي قليه مد انت كحد قدبه. إمام مسلم حديث كوسنا سوى صاري وحوكو تلمام يا نبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون تنطعوا والمتعمق المغالون وح هلاك سمي كوى سيدة حيل كدير ليس كده يين وحو البو بادي دونان إلا يي كحد قدبية. حديث تاسي أي نصات الممنود من وحي وافق سيين إلهي وحلي والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان طغيان شرع دي سلام لكم بنانا سيدة عن تقصير كبا ولا تقصر الميزان إلهي ولي ياريه بنانين. وحين قادن دون بعض الأمثلة تصالي الكوبا وددك النبي قال الله نغمي عليه الصلاة والسلام يا مركو هرين النبي قو سيدة وو ترين قريه أما وو طبا برايا ويقفك مسلم كا مركو عسبية هاي ايه عبادات يدين تاو برطو ايه انو اقونتي سؤادو بدنين انو الراسخين حماسكو انت بدن حماسة دا ترادة بدن لوحيكو كلفته انو حد قدو بدن سمايو وحاركي دونتا النبي محمد والصحابة دا هيا مركاسي او كا الالين ايه اني حد قدبان ايهو اما عبادات تي صوم تي صلاة دي عبادات كو دي الربا اني اقادو سمايان لكن ايه وغمو قطو النبي عليه الصلاة والسلام ان حد قدبو كتيرو. مثال حديث كشيخين كصوص صارين يا إمام أحمد نبي عليه الصلاة والسلام أي وحلو كاني عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص أي وحلي هاي أبهاي أي قبر قريشي يقوريي ورير في عن كدلتي عبد الله هنا وحكم ده أن من كان دلني يرضى هي مركزي آت كوي عبادة الصحابة دلني يرضى عبادة بدن لو كتشري أبي هي بقول جوري مركا إن قريش يضا إن أنت مركي لو جوري أبي هي عمر بن عاص الصحابي كلاه وحضر سنة إن كيس سيد عبادة دي شو أربع حد جد بكتا هبن كي أراس كمركي إن أنت لو هو يي أيو الصبح أضيق وقبله يمي وحيد بالورق ما في عنته وانا بطغب نابيت لي عبد الله يقور بيولي يا حال كيش واحد لي حال ودن واتكني نعم العبد لربي وأدون في عن بيت لربي وصلاة بوتاقنا لكن فراش كرم ما يقانو تفتيد أنا مطابا بيكوتري لنك أروس كاها يا حالي تلو أروسي قوري جيسك وصلاة بيسلا نحتاج شغاله كلي لا ربي صلاه بو وضي الى واغي سو غبريي ابيي سبحي مركي يصور استينا وحي تيرينا ونعم العبد لربي قال لي سسفي عم وعابده لكن فراش كرر ما انا قرن مايو تفتي دنا مو ارق بك وتري عمر بن عاص سيدو ان كيس شيغيو ابايي مي بو يدو مركا سو اما غي بو يدو وعضني باللسان عرفك يقو قنيني بولي اما واسمعني هجرة ووعاي وضي سبحي ويعاي يبو يدي مركي ويهيمي وحو يدي إنان رير كرد لطو قريش بان كو قوري مركا ساد عبد الشيوع عد لك كرد غاقضي سوما هبو يدي وحاقة إنا كنور نبي قوك حيي مكة عبد الله بن عمر بن عاص نبي محمد بن لوقي عليه الصلاة والسلام يساق الله وضع نبي عليه الصلاة والسلام اشتكدي مركي الله شاقي أيودي يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ عبد الله قرآن كاستداد واخر دا بولي دي هبين كيما ختم بولي هبين كاستوى دمائية قرآن كاستداد واخر دا وادمائية حنا بقولي كيف تصوم؟ استداد صونتا وحولي ما لن كاستوان صوما ما لن باي مدافته تبتن النبي عليه الصلاة والسلام وحكويلي واحد يشاء صون الموت المام قرآن كابو نبي قول عليه الصلاة والسلام أفرتن عشقوا آخر أفرتن كيما الموت بل يتبن هبين مرضى ميه مركز وحولي إني أستطيع أكثر من ذلك إلهي رسولك سيوانه وإنت عين كبدا بس مين كرا مركز قال لي هذا بلكو آخر ورواية إمام أحمد سيشيوس هذا بلكو آخر وحولي كبدا بن يلي كره
markaasaa la yidhaha haddaba subax iyo usbuuc iiba mar, jumca kasta mar dhambe, ka badan baan samayn karaa buu yidhi. wuxuu nebigu ku yidhi haddaba saddex maalmood ku akhri. markaasuu yidhi ka badan baan samayn karaa, saddex wax ka yar qur-aankaba lama fahma buu nebigu ku yidhi. saddex haddaad hoos u sii dhaafto, qur-aanku iska uun wax la yeedhinayuu kaa noqonayaa, fahmi may sidee saddexa ka badinin buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. dadka guluwigani uu ku dhaco ama xadgudubkani uu ku dhaco waxa weeyaan qayb ka mida diinta la qurux badata, dabeetana qaybtaasuu mundafic ku noqdaa, qaybtaasuu si weyn u dhex galaa, taasaa waxay abuurtaa qaybo badan oo diinta ka mida inuu ku xadgudbo markaasi oo ilaabo. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay xadiidka kaa saxday, ina haada diina matiin, waa diintani waa shay adag buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, fawgaluu fiihi birifq, war si fudud u gala. ninbaa safarkii uu dadka la galay uu la socday ayuu gaabiyey, dabeetana wuxuu is yidhahad ka wada dheeraysi, daabaddiisiibuu aad usha ula dhacay, baar bay carartay, wuxuu usha la dhacay baar carartaba wadnaha go'ay, dabeetana way bakhtiday, dabeetana wuu istaagay. in yar buu markii hore soo degdegay, laakiin natiijadiisu waxay noqotay maxay, munqatic inuu noqdo munbat. dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, fa ina almunbata, kaa munqatic ee daabaddiisii noocaa u galay, laa ardan qatac walaa dahran abqa, dhul lama jarin baa layidhi oo socod ma samaynin, neefkiina ma daynin oo ma hadhin, yacnii labadii dhandhanna ma gaadhin. qofka diinta xuduuddeeda intuu is dhaafiyo, marka hore xamaasadu ay digdigta ku qaadaa, meel dhaxun buu ku gabagabababa layidhaahdaa, ma dhammaystiro, meel dhaxun buu warkiisu ku koobtaa. waxaanu noqdaa kaa nebigu uu leeyahay, laa ardan qatac walaa dahran abqa, dhul lama jarin ee neefkiina ma daynin. waa runtii tashbiih aad u cajiiba. saxaabadii cilmiga lahayd iyaga laftoodu saasay isu tareengaraynayeen. ee waxaa jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu saxaabada walaalaynayay, raggii uu walaalayay waxaa ka mid ahaa salmaan alfarisi iyo abidardaa. dabeetana abidardaa baa wuxuu soo booqday gurigii salmaan buu yimi, wuxuu arkay haweenaydii salmaan haweenaydii abidardaa uu qabay oo aan ka muuqanin haweennimadii. yacni haweenku marka ninkoodu joogo waxaa la yaqaanaa inay qurxoon yihiin oo isqurxiso, laakiin markay cidlada iska joogtee keligee tahay inay mutabadala tahay. odaygeediina waa jooga gabadh isdhowrta oo ishagaajisay oo yacnii gabadhnimo isu dhigtayna kama muuqato. dabeetana wuxuu yidhi maa sha'nuk, ama maxaa kugu dhacay buu weydiiyey. markaa salmaan gabadhii waxay tidhi akhuuka abu dardaa laysa lahu xaajatun fi dunya, waxay tidhi salmaan oo walaalka abu dardaa dee adduun ma rabo, adduunyada baahi uma qabo. dabeetana abu dardaa baa yimi, abu dardaa baa walaalkii baa ileen u yimi, raashin sameeyey. markaasuu intuu raashinkii soo dhigay buu yidhi salmaan oo cun, anigu waan soomanahaye, waana soomanyi, salaantina cidlay fadhidaa, gurigiina waa la joogaa. salmaan wuxuu yidhi cuni maayo haddaanad ila cunaynin, ee soonka sunnaa waa la jabin karaa, waa la iska cuni karaa cunnada, haddaanad ila cunin buu yidhi cuni maayo. wuu la cuno, markii uu la cunay ayuu habeenkii reerka u hoyday salmaan. habeenkiiba markii in yar la jiifee la seexdayba abu dardaa baa salaadis u taagay. salmaan baa intuu marada ku dhigay yidhi war seexo, waa seexday. cabaar buu haddana soo booday waa ku dhigay war seexa buu ku yidhi. dabeetana wuu seexday. markii habeenka intiisii badnayd ay tagtay, ee wakhtigii dambe ay ahayd, ayuu yidhi kaac daba imiko tuko, wakhtigii salaada subax wakhti ka yaro horeeya ayuu yidhi kaac daba imika oo tuko. wuu tukaday, labadoodiiba waa wada tukadeen. markaasuu wuxuu salmaan ku yidhi abidardaa isagoo la hadlaya, inna lirabbika calayka xaqa, abidardaayow rabbi xaq buu kugu leeyahay, naftaaduna xaq bay kugu leeday, reerkuna xaq buu kugu leeyahay, ee qof kastoo xaq leh xaqiisa sii. warkii ayuu qaaday markaasi abidardaa waxa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigu wuxuu yidhi sadaqa salmaan, run buu sheegay salmaan sida uu sheegayo. yacni qofka mu'minka waxaa looga baahan yahay in cibaadaadkiisa, diintiisa, mucaamalaadkiisa, wixiisuba inay sharciga waafaqsan yihiin. salaad baan tukanayaa, waxaan dayacayaa xuquuq kale,
شريعة كما صعونيسو وحين غفلا قاربا فهمكو كقلطمي ما نقام نما دراديت او ينحد قدبي حديثة مثلا نبي عليه الصلاة والسلام كسوغا وحا كميدا نبا ويمي نبي ذو الخويصر الورنشري دباتنا نبي ويساقو حول الدادو قيبي بوحو كويري يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم ما أنت واحد ما يسوان أرق نبي ويحكولي أجل فكيف رأيت أركت أي محكو لم وطا صادو أركت وحولي لم أرك عدلت ما أنا أرق بيدا أدقو عدالة فلايا نبي محمد يقول لي عليه الصلاة والسلام ما أنا أرق أدقو عدالة فلايا ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون وارهوك ابو نبي قوله هداني عدالة وانا قاكتا إذا أولين كما يعدالة دوكتي ستا الله عمر بن الخطاب إلى أن دل هدل إنا إسكدا بوري كان كوح با دبر كويسا كصوبعتا أما الشيعو كوح بو يالان دونا دين تا وقب حدا سيدا قمونكو أما وحان لطوري قانسة لقرد لابكو سيدا ورميادا يعني سيدك أما وحان لوغارسان أيو سيدا وقب حو أي دين تا وقب حدا ربو نبي قوله عليه الصلاة والسلام حتى تمثيلك إيك نبي قوله عليه سيدا قمونكو ورنافو انت هاد اوغار توغتي حبادا تقوله فطاي حبادا يحاقا خلاو قبحدو سيدا سيدين تي اوغار مركودي دونام بو نبي قوله يعني وعو تلماما يوادول دق دق ايا او يغو حيما يين تي دين تا قلان اي حاقا خلاو قبحيا كومسو قنانا يانا ميسا كومتشوغا يان وغلوغا ما حد قدب كا وحقان كينا يان نبي عليه الصلاة والسلام وعو تلماما يا حد قدب انو يهي وحا كان ضد بدنين الدين تودا حتى الشرك قدعا مثلا عبادات كي هورا اصنام تي هورا لسمي محايا هيدون ضد صالحين ووناكسن الله تعالى دو تعايل كودي لغو حد قد بي تعايل كي ضد صالحين تي اولياء دا الهي ايا لغو حد قد بي الا مركي دنبال ايدي صور يران كسما يسرنو دبتنا السنم ير لغا سما يستي كدي من ايجي لعابو دي وعامده ان قاركود سيدي حبالها وقلين نين شيخو عالمة ومسلمة او الهي يقاني اولياء دا لنا لغي يابينو كميدها ايا دادكو كالقعال كودي قلي وحيه كالقعال كيدو هدو اولياء دا ينقادو انا ندانا الهو نحرسة مسلمين نقوه الرئي او دين تنسيو قارسيه هيدي لكن انا دو قادتو ينساقو بوح تارو موحكو ترايساق عبر دنتايا او باهن انا دي لهي او باريدو او دادكا مؤمنين تا وحلوغو يقانا كوا النولي انا كوا دنتاي الهي اسي بريان وقف كستو مؤمن أردن تياد غيتين دي لهي وبرد سبحانه وتعالى ودعاد هذا إلهي وقودا بدافه لكن كيدن تياد سقدمو حوصه طلبته ووحا شرعيك وافق صرين ولذلك ابن نبي عليه الصلاة والسلام حوت المامي عائشة يوم حبيب عائشة وحي كشكت أم حبيبة يوم سلمة أي وحي كورمين كيني صدايا حبشي دكو صار كان سورة كل دجسنا يوح مرقس النبي عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات كواس يقولوا وكوني ونكسني ودحدة تشوغا هدي أردنتو حباشي سكر كيدي كردقان ميل لغو عبادة استو صورنا ويقصم أيان دات كان إياقا وشار بدن بنبي عليه الصلاة والسلام وحماشا كم مغطى النبي عليه الصلاة والسلام تلمام إياه إن الدين يس ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وردين توافضوا ضيبو نبي قولي قفنا اسكو ما أداد كيو إلا يوي كحوق بضطة غلوي ومركا رمبا دنبو قلي كراح عباداتكو قلي كراح عائشة وحي لها دي نبي عليه الصلاة والسلام حدث في صحيحين كاكو صاروا ري قبرد با يدو عائشة النبي قال له شوكتا وحالوشة قبرد وصوغة شي أما قبرد عائشة اللي شوكتا النبي وصوغة لك مركاسا waxa uu yiri nabigu man hadi waa tumatan kula fadhida waxa la yiri waa heblaayo waa gabad salaad badan oo seenbay u tukataa kan bay tukataa waxba laga warraba salaadahaydi iyo wax mahbu nabigu da alaykum bima tutiqoon na warka jeegaysay u kaadi ibaadada inta awoodan sameeyay nabigu leey yani laga ma warramayo waajibaadki shan salaadood iyo kuwa laga ma warramayo laakin ibaadada kale dheeraadka inta aad awoodi karto sameeyay nabigu leey إلهي بان كل دارتي ابو نبي قوله ألا إذن كمد داليين إذن كداشان موياني أعماشنا الدين توحا وخير بضان إنت اللي تشوكتين يو عبادة الدين وحا كدكتان وحا تشوكتين كرتو
waxaad joogtayn karto haddaad tidhahdaa iminka habeen kasta waa inaad 100 saladood tahay, imisa aad wadaysaa? markaad bil waddo ama sanad waddo haddaad dib u firayso habeenka dambena iskagaba tagtaba salaatuleylka la tukanayaba waxba maad kordhinin. In yaroo aad joogtayn karto ayaa ka roon. sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam cibaadaadkaasi saxaabada isagoo tiltilmaamaya ayaa xadiidka saxiixeen ku qoran. nin buu arkay labada dhinac lahayo soconaya, markaasaa la yidhi waasuu nabigu yidhi maa baalu haada, warkan maxaa ku dhacay? waxay dhaahdeen wuxuu nadar ku galay inaanu lugayninba. dabeetana nebi wuxuu ku yidhi in allaha can tacdiibi haada nafsahu alghaniy, warkan naftiisa cadaabku cadaabaya ilaahay qani buu ka yahay. waxaad tidhaahdaan waxaad doonto iska fuulo soco, waxbaa ka cabsanayne. cibaadaadku markaa qof inuu taqashuf sameeyo. koox saxaabada ka mid ah, saddex nin oo saxaabada ka mid ah gurigii nebiga tegey, markaasay waxay yidhaahdeen dumarkiiba nebigay waraysteen bal warrama. markaasaa loo sheegay warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. warkii cibaadadii nebiga looga sheegaaba laba yaraatay. deetana waxay dhaheen war nebiga isaga ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay. waa falsafa cusub. nebiga ilaahay dembigiisii hore iyo kii dambaba wuu dhaafay, haye intaasna wuu sameeyaa. de inagu ilan dembigiin baynu xambaarsanay aan ka badinna bay yidhaahdeen. intee nebi maxamed sameeyo in ka badan aan la nimaadno, oo maxaynu samaynaa? mid baa wuxuu yidhi anigu horta gabadh dambe guursan maayo, anigu haweenka waxa la yidhaha waa ka zaahidaya, dumar laygu arki maayo. midna wuxuu yidhi aniguna cinnadan iyo waxan baa rabashka keentay, hilib dambe afkaygaba gelin maayo. midna wuxuu yidhi anigu habeenba seexan maayo, waa soo jeedaya. nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii loo sheegay maa baalu aqwaamin qaaluu kada, warduul arrinkoodu muxuu yahay? waxaaya waxaa ku hadlayaa buu nebigu yidhi war anigu waan seexdaa, waanan tukadaa, waan soomaa, waanan afuraa, haweenkana waan guursadaa. ee faman ragiba can sunnatii falaysa minni, war sunnadayda ninkii ka weecda aniga igama mid aha buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. yacnii diinta ta nebi maxamed baa tusaale u ah. uma baahnid adigu markaa inaad istidhaahdo dariiq cusub ama wax cusub jidee. wax kastoo cusub oo aad jidayso waxay keensanaysaa inaad dariiqii kaga baxdo saxaaha. axaadiistan oo dhan waxaan u akhrinayaa inaynu fahamno guluwiga xataa cibaadada lagu sameeya. xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu cabaas baa wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya ayuu wuxuu arkay nin taaganuun, markaasuu yidhi war waa kuma kani? waxaa la yidhi waa abuu israa'iil ninkii la odhan jirayoo wuxuu ku nadray an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuub, wuu nadray, wuxuu ku nadray anigu waan taagnaano weligay fadhiisan maayo, hadh iyo hoosna hadhsan maayo, naftan baan cadaabayaa hadlina maayo, waan soomanaanayaa buu yidhi. soon un baan ku jirayaa, fadhiga iyo nasashada iyo hadhka iyo waxaasoo dhanna waan iska daynayaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi murhu falyatakallam waliyastadil waliyaqcud waliyutima sawma, u sheega buu yidhi waxaa amartaan inuu hadlo oo hadhsado oo fadhiisto soonkiisana ha dhammaystiro. yacnii soonkuunbaa anfacaye waxaan kale tacdiiba uu samaynayaa waxba kuma jiraan. guluwigu wuxuu galaa xataa in su'aasha aad aad badiso wax kasta aad tidhaahda ka gugaado su'aashooda aad tira badiso. nabigu calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi xaja, markaasaa nin soo boodo wuxuu yidhi ma sanad walba ilaahay rasuulkiisiiyow? dabeetana uu iskaga jeestay nebigu lama hadale, xagga kaluu ka soo maraa ma sanad walba? markii dambuu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan haa ku odhan lahaa way idinku waajib noqon lahayd inaad sanad walba xajtaan, manaydan awoodeen. war ka taga buu nebigu yidhi inta aan idinka tegey oo wixii aan idin farayna la yimaada waxaa ka awoodaan wixii laydinka reebayna ka reebtooma. nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo tirangaray masaa'ilkan waxaan u tilmaamayaa inaad fahamtaan weligeed bay inuu jiray qof xamaasadoodoo isidhaahda cibaadada tiro badi, laakiin waxay lahaayeen saxaabadu murabbiin iyo dad celceliya. walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo galay guriga ayuu wuxuu arkay xadhig guriga kasoo dhex laalaada. markaasuu yidhi xadhigga kani waa maxay? markaasaa la yidhi zaynab baa guriga ku xidhatay, waa haweenaydiisii zaynab baa ku xidhatay oo salaadda siday u wada markay daashee kici kari weydo ayay xadhigga qabsataayo ku kacda si ay salaadda u tukato. wuxuu nebigu ku yidhi xadhiggana fura, maa intaad firfircoon tahayna tuko,
firfircoonidu markay kaa dhammaatana iska seexa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uguma odhanin noocan sameeye iska seexa markaana kullu dalik waxaan uga jeednaa inaan dhowr shay tilmaamno wakhtiga oo kooban daraaddeed nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa inaanay bannaanayn qofka mu'minka ahi diinta waxa saaran waxaan ahayn inuu dusha iska saaro guluwiga kani markaa wuxuu keenaa ilaahay wuu kaa fogaynayaa kuuma dhowaynaya hadii waaxida laba camalka ma joogtayn kartid ee berruun baad joojin waa muddo yar intanaad maqiiqan tahay saa dambun baa lagu arkayaa adoo barafoobay saddex waa daliil wuxuu u yahay may dhaahdaan caqli xumo iyo shaytaanka inuu ku wato afar waxay dhaheen daliil waxay u tahay guluwigu jahliga iyo aqoondarrada diinta kaa haysata shan wuxuu keenaa bay dhahaan waswasada tan qofkoo wax walba siduu isu leeyahy isku adkee marka dambe waswaaska gala sidaa kaa intuu biyaha galayle inaan maydhiyan kale kala garan maayo maxay tahay asbaabta keenta in guluwiga kani uu dhaco asbaab caama baa jira oo dadku inta badan guluwigu keeno waxaa ugu horreeya aljahlu wacadamu alfiqh aqoon darro iyo fiqiyari aqoondarrada iyo fiqiyaridu waxay keensanaysaa haddii dadka aqoontu aanay ku badnayn sharciga in yar buu meel ka ogaadaa dabeetana intaasuu diintii oo dhan moodayo jus-iyadaa yaree uu ogaaday qofka ka hadhadlana wuxuu arkaa inuu caalimiya ama sheekhiya ama la koox yahay diinta inteeda kale cidda ka hadashoo dhanna isdira wuu quudhsadaa oo inaanu waxba ogeyn masalan waxaa laga yaabaa masalada jihaadka inuu waxoogaa ka akhriyay ama waxoogaa ka fahmay idan wixii baabkaa ka warramana wuxuu arkaya inuu sheekh yahay diinta inteeda kaleo dhan wixii ka warramana nin iska hurda oo aan dunidaba kala ogeyn iyo waxa ka socda oo iska maangaaba buu arkayaa waxa keensada guluwigan tirada badan leh dhammaantii waxa weeyaan jahli waxa keensada waxaa ka mida waa murshid la-aanta murshidku yacnii qofku diin baranaya wuxuu u baahan yahay cid cilmi leh oo gacan qabata saxaabada xamaasaddu markay qaadato mid yidhaahda hilib cuni maayo mid yidhaahda gabdha arki maayo iyo mid yidhaahda salaada joojin maayo mid yidhaahda sarajoogan ku cibaadaysanaya dadkani kaamay caqli yarayne saxaabadii nebi maxamed bay ahaayeen kaama diin yarayne kuwa ilaahay rumaysan bay ahayn bal nebi maxamed wax ka dhegaystay laakiin xiisihii iyo xamaasaddii baa keensaday inay halkan ula boodaan xiisahan iyo xamaasaddu qof kasta oo iyaga ka dambeeyeyna markaa uu ku dhacaya waa la arki karaa dad badan oo ama dhallinyaro ama odayaalo ama ciduu doontaba oo xiisahan iyo xamaasaddu intay qaado sida tan u tallaabsanaya laakiin dadku wuxuu u baahan yahay ciddii qori lahayd ee toosin lahayd ee tarbiyayn lahayd ee dhiili lahayd waa kuma kaasi waa caalimka rabbaaniga ah siduu nebi maxamed kuwan u dhiilayay calayhi salaatu wasalaam ee wax u barayay ee u toosinayay haddii markaa bulshada dhallinyarada ahi ay ka fogaato dadka cilmiga u saaxiibka ah oo ninka dhallinyaradii nin dhallinyaro isaga la da'a ama dhowrka baab ee uu akhristay isna la akhristay oo isku baabku un yaqaaniin uu ku xidhmo oo kaasi sheekh uu noqdo iyo mufti waa isla ambanaya ambashadu ma aha inaad xagga sakoo qura u ambato oo aad ka lunto macaasida waaweyn aad ku dhacdo ee ambashadu waxay keensanaysaa xataa inaad diinta ka murkudo inaad ka dhex baxdo jahlina uu kaa dhex saaro walidaalik waxyaabaha keensanaya waxaa ka mid a awdaacdan maanta lagu jiro ee munkarka iyo fasaadka uu tiro badan yahay qofkoo dhallinyaradoo isidhaahdaa waajibka ku saarani waa alamru bilmacruuf laakiin aan garanaynin alamru bilmacruuf maqaayistiisi iyo waxa lagu qiimay iyo saa wax loo wada waxyaabaha keena waxaa ka mid a taxadiyaadka maanta dunida yaalla gaal aan naxaynin oo istifzaas ku samaynaya dadka raba inuu fudaydsado soo kiciyo si uu aqraadiisa u fushado wax u laayo wax u gumaado iyo dowladaha islaamkaoo hurda ama baqaya ama aan waxba samaynaynin iyo culammada badh oo lagaba yaabo inay masaa'ilka qaarkood kafla kaga sugan yihiin awdaacda caalamka iyo siday u socoto dabeetana wiilka dhallinyaradu is yidhaahdo oo diintaba miyaa adiga mooyaane cid kale usoo hadhay inaad adigu un xambaarta mooyaane ma cid baa soo hadhay uu is yidhaahdo xamaasku uu ka rido markaasi wax badan oo aan sharcigu bannaynaynin waxaa keeni kara baynu leenahay iyadoo ay dhici karto inuu sida tan waracnimo moodo
الغلو والورع وحير باو نحيه مثلا انو قف يسير هذا ويسيسو الا هلكا ميد لكن انو قف يسير هو يسد كو خبي او لباتن جر ميدا ما وحوي سو كردينيسا ورع نما ماها iyo wasiidiyo asladay fiicnaysi ma ma fiicnaanayso ee wax laga yabo waxaad wado dhimi bidac iyo qashin iyo waxaan diinta ku banaaneyn inay yihiin waxaan leenahay cilaajka ugu fiican ee uu heli karaa qofka waxa lagu qiimeynayaa ma aha inta uu cibaadaysanayo ama salaadiisa badnideeda waayo nebigu gabadhii salaada badnayd weeyaan tuu la hadlay ninkii soonka badnaa weeyaan kuu la hadlay qofku inuu soon baday ninka dhallinyarada ee lamidki waxa laga yaabaa inuu ku qiimeeyo u dhaaho war ninka ninka soon badan iyo cibaado badan ma jira wadaadkani ma isagaa faralka mooyaane wax kalaba sooma muxuu kula hadlayaa ninkakan kaa aan faralka soomine hadduu aqoon dhaamo isagay tay inuu xadeeyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam khawaarijta markuu ka warramayey yuu la hadlayay wuxuu la hadlayay abibakar iyo cumar iyo rag ah muxuu ku lahaa salaadooda salaadiina u xaqiraysaan buu leeyay bal ninka abibakar iyo cumar iyo ka salaad badan qiyaas iyo cusmaan iyo saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khawaarijta markuu sifaynaya wuxuu ku tilmaamayaa salaada iyagu tukadaan khawaarijtaas salaadiina waa u xaqiraysaan waxaa la dhahaa calaamada nimanka khawaarijta calaamaadka ay macruuf ku ahayeen waxaa ka mid ah wejigaa wada madooba say u cibaadaysanayaan halkani way jirfaysan jirtaa la yidhi cibaado daraaddeed waana nimankii saxaabada laynayay saxaabadii nebi maxamed bay laynayaan wejigana dhulkay ku hayaan maxay ku haystaan waxay rumaysan yihiin inaan saxaabadu diinta si fiican u fahmin oo si fiican aanay u wadin oo masalat alxaakimiya inay wax qalada ay ka fahmeen meesha marka maxaa ku jira wuxuu kuwaa nebigu ku sifeeyey leebku sida uu uga dhex baxo ugaadha aad ugaadhsanayso ama xabadda aad ku ridaa say uga dhex baxdo si la mid a inay diinta uga baxayaan xataa surcada waa fudaydka ay uga baxayaan baa la tilmaamaya waxa muhimkii wuxuu yahay diinta waxay u baahan tahay in lagu dhaqmo sax dadkan badan ee tasayubka sameeyey yacnii fudaydiyey diinta iskaga tegey si saxa maaha waxay ku socdaan laakiin waxay u baahan tahay ku dhaqankeedu cilm fulinteedu waxay u baahan tahay cid aqoonyahana oo cilmi leh oo khabiira walidalik haddaynu rabno guluwiga inaynu cilaajinno qaabka reer galbeedku ay u cilaajinayaan ma cilaajinayo qaabkay u daweeyaan ee xadhig iyo dil iyo afkaarta sideedaba xoog laguma daweeyo afkaarta waxa la yidhaahda qofka maskaxdiisa gala qofka ku qanacsan waxa kan waan ku dilayaa wax badan kama tarto isagaaba laga yaaba inuu dhibasho diyaar u yahay maxaad dilaysaa dab isagu dhibasho diyaar u yahay maxaa dilistaadu ay samaynaysaa qofka bini aadamka waxaa lagu qancin karaa waxa weeyaan mabaadi'dan in lagala niqaasho in lagala doodo in wax la baro cilaajka qudhee la garan karee tadaruf ama guluwi lagu daweyn karaa waxa weeyaan dadka ahlu cilmiga in loo ogolaado inay wax sharxi karaan wax akhriyi karaan wax daraasayn karaan reer galbeedku cagsigay u carareenoo ah wixii diin ku abtirsada khaasatan inta culammada in afka laga xidho kuwan yaryarya intana in xoog lagu daweeyo inay sii karta mooyaane wax iska bedelayaana ma jiro meel ay cilaajiyeen oo dunida ka jirtaana ma jirto inkastoo lagaba yaabo inay iyagu gardaran yihiin inta badan galbeedku siday u wadaan haddana meel ay cilaajinayaan ma jirto haddii la rabo in cilaaj la sameeyo markaa cilaajku waa fi bilcilm nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii tatarufka sameeyey ama quluwigu ku dhacay mana xidhin mana laynin mana waxna kale wuxuu sameeyey inuu tarbiyeeyo inuu wax u sheego in cibaadadu siday saxa ku tay tilmaamo in waxa saxa iyo waxa qaladka ah u sheego idan qaabka qudhay wax u saxmi karaan waa in dadka diinta ahlu cilmiga oo la fasaxo inay wax sharxi karaan wax tarbiyeyn karaan wax badan ay akhrii karaan murshidka rasmiga unbaa masaa'ilkani waa masaa'il cilmiya sharxi karaa dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dhammaantood da' yaridu iyo tajriba yaridu iyo aqoon yaridu intuba waxay keentaa in badan inuu qofku kaco oo kufo walidaalika waxaa u baahantihiin cilmiga si mikro iyo inaydan u gelinin si makro ah inaad u gasho si ballaadhan waxaa laga yaabaa mas'ale iyo laba inaad laba kun oo kitaab ka baxsido intaasoo qudhi kuu muuqato laakiin noloshu hal mas'ale maaho noloshu way ballaadhantahay ninka caalimkiina si weyn oo ka ballaadhan saad wuxuu eegay si wuxuu eegaa dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dadka ahlu cilmigaa diinta ka qaata
oo waliba kuwa ahlu cilmiga diintooda lagu kalsoon yahay kuwaasi diinta ka qaata. Quluwiga sida qure lagaga bixi karaa markaasi waa cilmi la helo iyo murshid, qof ahlu cilmiya oo wax tarbiyeeya oo tarbiya saxiixa wax ku tarbiyeeya. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.